علاج الأسرى الذين تم إلقاء القبض عليهم في تحرير مدينة القنيطرة والمعبر الحدودي. هذا ما علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو اسمك؟ سامح تيسير صلاح. شو انت؟ درزي. من وين؟ سويدا. شو جاي تسوي هون؟ مصاري. شو يعني مصاري؟ قديش راتبك بالشهر؟ 50,000. من وين تاخذها؟ مين يعطيك 50,000؟ من وين تاخذها؟ جمعية. لمين تعبت جمعية؟ أنا بعد أحسن دون زور. يا خبرات هوية. أنا السلطان. لمين تعبت؟ خبرات هوية. من وين أنت؟ 5 أيام. شو سويت؟ ولا شيء. يعطوك على المهمة 50,000 ولا 50,000 شهري؟ لو ما تجي كل 20 يوم. أيوه. يطلع لك إجازة 10 أيام. أيوه. هاي عليها 20,000. وإذا بتقعد 28 يوم تطلع إجازة 3 أيام عليها الراتب يا 80 يا 85,000. صار يعطي الراتب بالشهر الكل مخلوف تعبان ما كنت مرحل.